بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أحبابي الطلاب، في البدء أحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في صحة وعافية، حفظنا الله جميعا وإياكم. طيب، نواصل اليوم الجزء الثاني من ديناميكية الجماعة الحيوية، واتكلمنا في الحصة السابقة عن خصائص الجماعة الحيوية، اتناولنا منها كثافة الجماعة، التوزيع المكاني، واليوم حنواصل في الخاصية الثالثة. قبل ما نواصل في الخاصية الثالثة يا شباب، خلونا نسأل شوية بعض الأسئلة عن الحصة السابقة. ما هي أنماط توزيع الجماعة الحيوية؟ أنماط توزيع الجماعة الحيوية يا شباب ثلاثة، بتمنى إنكم تجاوبوا على السؤال ده. خذ ورقة وقلم، حاول تجاوب عليه. ما هي العوامل المحددة؟ ماذا نعني بالعامل المحدد؟ وقسمنا العوامل المحددة أيضا يا شباب لاثنين أذكرهم. وإذا نواصل في درسنا ونقول خصائص الجماعة الحيوية: واحد، كثافة الجماعة الحيوية. اثنين، التوزيع المكاني. ثلاثة، معدل نمو الجماعة، وده عنوان درسنا لهذا اليوم. طيب، ماذا أعرف؟ ماذا تعرف عن معدل نمو الجماعة الحيوية؟ ماذا نعرف عن معدل نمو الجماعة الحيوية؟ اسأل نفسك كده وجاوب على معدل نمو الجماعة الحيوية، ما المقصود به؟ طيب، ماذا أريد أن أعرف؟ عايز تعرف إيش عن معدل نمو الجماعة الحيوية؟ وده يا شباب بنلقاه درسنا لهذا اليوم في الكتاب، صفحة 85 و86 و87. طيب، عايزين نعرف اليوم معدل نمو الجماعة الحيوية. أتوقع معظمنا حيتوصل للنقاط هذه، وعايزين نعرف كمان النماذج الرياضية لنمو الجماعة الحيوية، وعايزين نعرف القدرة الاستيعابية للجماعة الحيوية. طيب، أكيد هنالك بعض المفردات الجديدة بنختار منها: الهجرة الداخلية، نماذج النمو الرياضية، الهجرة الخارجية، القدرة الاستيعابية. طيب، صف معدل نمو الجماعة الحيوية. معدل نمو الجماعة الحيوية يا شباب ببساطة هو سرعة نمو جماعة حيوية محددة. يعني لما أتكلم عن معدل نمو الجماعة الحيوية، يبقى بالضرورة بيكون في ذهني سرعة نمو الجماعة. هل أي جماعة؟ لا، جماعة محددة عشان تتوفر عندنا الأدوات اللي ممكن نقيس بها سرعة نمو هذه الجماعة. ولدراسة معدل نمو الجماعة الحيوية، يبقى بالضرورة على عالم البيئة إنه يعرف: واحد، معدل المواليد،
2 معدل الوفيات، 3 الهجرة الداخلية، 4 الهجرة الخارجية، وسنأتي على شرح هذه المفاهيم تباعا. معدل المواليد، ما المقصود بمعدل المواليد؟ هو عدد المواليد في فترة زمنية محددة. يبقى لو سألونا عن معدل المواليد بأي شكل من أنواع أو من أشكال الأسئلة، تعريفه بقى واضح بالنسبة لنا. ربما يجيك خيارات، ربما يجيك أكمل، ربما يجيك مصطلح، ربما يجيك صح وخطأ، فتبقى جاهز أنت، ثبت المعلومة في ذهنك وبإذن الله تعالى تستطيع الإجابة. معدل الوفيات هو عدد الوفيات في الجماعة في فترة زمنية محددة. طيب، الهجرة الخارجية، ما المقصود بالهجرة الخارجية؟ ماذا يعني مفهوم الهجرة الخارجية؟ نعني به عدد الأفراد الذين يغادرون الجماعة. الهجرة الخارجية هي عدد الأفراد الذين يغادرون الجماعة الحيوية. ماذا نعني أو نقصد بالهجرة الداخلية؟ نعني به عدد الأفراد الذين ينضمون إلى الجماعة الحيوية. أي فرد من الأفراد بينضم لأي جماعة حيوية نقدر نصف هذا الفعل بالهجرة الداخلية. لو سألونا علل يعد معدل المواليد ومعدل الوفيات عاملا مهما في تحديد معدل نمو الجماعة، وهنا يا شباب في خطأ مطبعي، يعد معدل اللام نسيناها مع التسرع، يبقى معدل المواليد ومعدل الوفيات عامل مهم في تحديد نمو الجماعة. السبب في ذلك بيرجع يا شباب لأنه عادة أو في الغالب الهجرة الخارجية بتكون مساوية للهجرة الداخلية تقريبا في معظم الحالات، لذلك معدل الوفيات ومعدل المواليد بيكون مهم جدا في تحديد نمو الجماعة، لأن الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية بيكونوا متساويين في معظم الحالات. نشوف النماذج الرياضية لنمو الجماعة. لو سألونا كيف نميز أو كيف نفرق أو فرق أو قارن بين النماذج الرياضية لنمو الجماعة، يبقى عندنا أولا النماذج الرياضية لنمو الجماعة نموذجين. النموذج الأول نسميه نموذج النمو الأسي، وهذا يحدث عندما يتناسب معدل نمو الجماعة الحيوية طرديا مع حجمها. لما نلقى معدل نمو أي جماعة بتناسب تناسب طردي مع حجمها، هذا نسميه أو يمكن وصفه بالنمو النسبي. أيضا يا شباب بنلقى إنه تنمو كل الجماعات الحيوية نموا أسيا إلى أن تقل بعض العوامل منها، بمعنى إن الجماعات الحيوية بتنمو بشكل أسي إلى متى؟ إلى أن تقل بعض العوامل اللي أدت إلى هذا النمو الأسي. الجانب الآخر أو النوع الآخر من النماذج الرياضية هو نموذج النمو النسبي. نموذج إيه يا شباب؟ النمو النسبي. ويحدث هذا النمو عندما يتباطأ نمو الجماعة أو يتوقف بعد النمو الأسي. متى يحدث هذا؟
عند قدرة الجماعة الاستيعابية، وهذا يؤدي إلى توقف زيادة حجم الجماعة الحيوية عندما يقل عدد المواليد عن الوفيات. هنا ممكن يكون عندنا سؤال يا شباب، متى يتوقف أو تتوقف زيادة حجم الجماعة الحيوية؟ إجابتنا بتكون جاهزة، وهي عندما يقل عدد المواليد عن عدد الوفيات. طيب، ده نموذج لنمو الجماعة الأسي، وغالبا يا شباب في الاختبار التحصيلي بيجيبوا لك هذا الشكل وبيدوك الخيارات، هل هذا يمثل نمو أسي أم نمو نسبي، وممكن يدوك عليه بعض الأرقام. مثلا هنا يكتب لك واحد يمثل نمو أسي أو يمثل طور التباطؤ أو هكذا. عموما نركز في الشكل ونكون جاهزين لأي نوع من أنواع الأسئلة، وهذا الشكل بيوضح لنا نوع من جماعة الفئران، وبنجد إنه إذا تكاثرت الفئران بحرية فإن الجماعة الحيوية ستنمو أولا ببطء ثم يتسارع نموها لاحقا. النوع الآخر اللي هو على شكل S، الأول على شكل J، اللي بنجده على شكل J ده يا شباب نمو الجماعة الأسي، بينما اللي بيكون على شكل الحرف S كابيتال S أهو ده بنسميه نمو الجماعة النسبي. وقلنا نركز يا شباب في التحصيلي، ربما يجيبوا الشكل وعليه أرقام هنا طور التباطؤ، يحطوا بدله رقم، القدرة الاستيعابية يضعوا بدلها رقم، ومنحنى S. في الغالب السؤال بيكون عن النموذج ككل، هل هذا نمو الجماعة النسبي أم الأسي، لكن نكون جاهزين لكل الاحتمالات. والشكل بيوضح لنا عندما يكون نمو الجماعة على شكل S فإن هذا يمثل النمو النسبي، وفيه يتوقف مستوى الجماعة الحيوية عند نقطة محددة تسمى القدرة الاستيعابية. وهذا يقودنا بدوره دايركتلي إلى مفهوم القدرة الاستيعابية. ماذا نعني بالقدرة الاستيعابية؟ والقدرة الاستيعابية يا شباب هي مفهوم بنطلقه على أكبر عدد من أفراد الأنواع المختلفة تستطيع البيئة دعمه ومساعدته على العيش لأطول فترة ممكنة. بمعنى إنه يا شباب ببساطة تتوفر أو توفر البيئة لهذه الأفراد من الأنواع المختلفة كل ما تحتاجه لكي تحيا وتعيش. بيبقى عندما تنمو جماعة في بيئة تتوفر فيها الموارد، هذا بدوره يقودنا إلى زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات. يعني لما تنمو الجماعة في بيئة مناسبة تتوفر فيها الموارد، هذا يؤدي إلى زيادة عدد المواليد بشكل أكبر من عدد الوفيات. وهنا بنلقى إنه يا شباب تصل الجماعة الحيوية سريعا إلى مستوى القدرة الاستيعابية للنظام البيئي. الجماعة الحيوية اتواجدت في بيئة بتتوفر فيها جميع الموارد، ده بيؤدي إلى زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات، وبالتالي تصل هذه الجماعة سريعا إلى مستوى القدرة الاستيعابية للنظام البيئي. إذا سألونا علل إذا تجاوزت الجماعة القدرة الاستيعابية سيتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، وده يا شباب طبيعي ومنطقي. ليش؟ لأن الموارد تكون غير
متوفرة لدعم الأفراد جميعا. الجماعات الحيوية يا شباب قسمت وفقا لنمط التكاثر لمجموعتين: واحد جماعة استراتيجية المعدل، وجماعة أخرى تسمى جماعة استراتيجية القدرة الاستيعابية. طيب، سؤال متوقع، قارن بين الجماعة استراتيجية المعدل واستراتيجية القدرة الاستيعابية. استراتيجية القدرة الاستيعابية، وده خطأ آخر أيضا ناتج عن التسرع. جماعة استراتيجية المعدل صغيرة الحجم، دورة حياتها قصيرة، تنتج أعداد كبيرة من الصغار، الآباء لا يهتمون في الغالب برعاية الأبناء. جماعة استراتيجية القدرة الاستيعابية كبيرة الحجم، دورة حياتها طويلة، تنتج أعداد قليلة من الصغار، الآباء يهتمون برعاية الأبناء. التقويم هنجي نشوف ماذا عرفنا أو ماذا تعلمنا. ما المقصود بمعدل نمو الجماعة الحيوية؟ ما المقصود بمعدل نمو الجماعة الحيوية؟ أكمل المخطط التالي: النماذج الرياضية يا شباب تم تصنيفها أو تقسيمها إلى اثنين: متى يحدث النوع الأول ومتى يحدث النوع الثاني. اختر الإجابة الصحيحة. فراغ هو أكبر عدد من أفراد الأنواع المختلفة تستطيع البيئة دعمه ومساعدته على العيش لأطول فترة ممكنة. ألف النمو الأسي، ب الجماعة الحيوية، جيم القدرة الاستيعابية. قارن بين جماعة استراتيجية القدرة واستراتيجية المعدل. وبكذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنكون معكم على الدوام في مدارس الإمام الشافعي. سنتواصل معكم بكل السبل الممكنة حتى نعبر سويا، ولن تكونوا وحدكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أستاذ المادة عمار علي أحمد.